صوفيا بطمة، المقارنة بدنيا بطمة لا تزعجني ولا أنوي التخلي عن الأغاني الغيوانية. إليكم التفاصيل. صرحت صوفيا بطمة إن مقارنتها بدنيا بطمة لا تزعجها، غير أنها لا تفهم محاولات البعض لخلق حساسية بينهما، مشددة على أنها من أكبر معجبيها ومتابعي فنها. وردت صوفيا على ربط اسمها بدنيا قائلة: لدنيا مكانة مهمة في المجال الفني ولها طريقتها الخاصة في الغناء، كما خنساء بطمة وإيمان بطمة وشهرزاد، وما يجمعنا هو الانتماء إلى عائلة فنية لكل واحد منها بصمته الخاصة، ويحاول التعبير عن ذاته بطريقته وأسلوبه، فأنا أحاول التعبير عن ذاتي بطريقتي الخاصة. وترى صوفيا أنه ليس من الضروري إجراء مقارنة بينهن في المجال الفني، مؤكدة أنها لا تنزعج من هذه المسألة، لكنها تجد بأنها غير منطقية. وبخصوص انفتاحها على اللون غنائي جديد، أوضحت صوفيا أنها منذ البداية لم تختار أسلوبا معينا في الغناء. اترعرعت في الظاهرة الغيوانية وبدأت بإعادة أغاني الغيوان والغناء إلى جانب فرقة أعمامها، ولا تنوي أبدا التخلي عن المشاركة في أعمال للغيوان. وشددت على أنها ستواصل إعادة غناء أغاني الغيوان لأنها تعتبرها الأصل ومدرسة تعلمت فيها وما زالت تتعلم بها، إذ تبقى اختيارها الأساسي في الموسيقى. وأكدت أنها لم تتخصص في لون واحد، إنما تنفتح على العديد من الألوان، مشيرة إلى أن الأغاني المقبلة ستكون بأنماط وألوان أخرى، فأنا أحب التغيير والتجديد وأؤمن بأنه لا حدود في الفن. وعن حضورها في المهرجانات الموسيقية المقبلة، قالت صوفيا إنها تتمنى أن تكون ضمن القائمة، إذ يبقى ذلك بيد إدارتها والجمهور الذي يختار. وعن إصدارها الأخير، قالت صوفيا بطمة إنها سعيدة بتلقي أغنيتها الجديدة تفاعلا إيجابيا من جمهورها، لا سيما وأنها تأتي بعد غيابها عن الساحة الفنية لأزيد من سنة، مما حمسها على الاشتغال على أغاني أخرى. وطرحت صوفيا بطمة أحدث أعمالها الفنية بلابيك، التي تمزج فيها بين العربية والإسبانية في 12 من شهر أبريل الجاري. وتعاونت صوفيا بطمة في هذه الأغنية على مستوى الكلمات والألحان مع محمد المرابط، فيما تكلف يونس الجحفاوي بتوزيعها، بينما جرى تصوير فيديو كليب الخاص بها في مدينة ليون الفرنسية تحت إشراف عبد الله الصدراني. واختارت صوفيا توظيف الزي المغربي التقليدي في كليب أغنيتها المصورة في شوارع فرنسا، حيث ظهرت في الفيديو الترويجي للعمل مرتدية سلهاما تقليديا. وعن جديدها الفني، قالت صوفيا إنها بصدد تحضير 3 أغاني رفقة فريق عملها، ولا أنوي هذه المرة الغياب عن الساحة الفنية، ولو أنه من الصعب الجمع بين المجالين مختلفين، غير أنني عازمة على الحفاظ على وجودي في الساحة الفنية.